للمزيد عن حملة الفجر العظيم المستمرة في القدس وأهدافها ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير في الشؤون المقدسية دكتور جمال عمرو. أستاذ جمال، بداية مرحبا بك. حملة الفجر العظيم مستمرة في المسجد الأقصى، ما الرسالة التي يريدها المقدسيون من هذه الحملة؟ دكتور عمرو، دكتور جمال تسمعوني؟ دكتور جمال، عليكم السلام، هل تسمعوني بشكل جيد دكتور جمال؟ نعم أسمعكم بوضوح. ما سألتك، ما هي الرسالة التي يريدون أو يريد المقدسيون إيصالها من خلال هذه الحملة؟ نعم، هم يريدون أن يعرف كل الأحرار في العالم وكل المؤمنين بالسلام والمؤمنين بالعدل بأنهم على الحق وأنهم صامدون ثابتون مرابطون، لم يستسلموا ولن يستسلموا ولن يرفعوا الراية البيضاء، وانهم طالما انهم على الحق فيعني هم يعني ليسوا على الاطلاق وحدهم، بل سوف يجدون على الحق اعوانا. وما من شك ان الامه التركيه العظيمه معهم، ان الامه الباكستانيه معهم، ان احرار الامه العربيه والاسلاميه معهم، وان احرار العالم معهم، وبالتالي هم يقولون نحن يعني تحملنا اكثر من 70 عاما وزر الاحتلال وجرائم الاحتلال، ولكننا لم نستسلم، ونحن اليوم اقوى من اي وقت مضى، ونحن اصحاب رساله، واننا اصحاب الحق في الانتصار باذن الله، لان ذلك وعد الله، والله لا يخلف وعده. طيب، انما الذين وعدهم بن فور لن ينفعهم، الذين وعدهم دونالد ترامب لن ينفعهم، وان النصر في نهايه المطاف اصحاب الحق الذين يثبتون على هذا الحق الى ان ياذن الله بامر كان مفعولا. طيب دكتور جمال، كيف يعني تصف تفاعل المقدسيين وكل من يعيش في أكناف بيت المقدس مع هذه الحملة؟ تفاعل منقطع النظير، ولكم وددنا واليوم ونحن نبث يعني بثا حيا مباشرا لبروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، ونقول للناس انظروا إلى هذه الوفود، انظروا إلى هذه الحشود. ثم نقلنا لهم صورة مروعة جدا، وهي أن جنود الاحتلال يوقفون الشباب ويمنعونهم من الدخول، جماعات وافراد وحافلات بكاملها، ومع ذلك لم يمنع ذلك عشرات الالوف من الوصول الى رحاب الاقصى، وانهم يقفون مع هذه الحمله بقوه وعزيمه لا تلين كجبال القدس، صلب ايمان صلب يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، شعروا بان الله قد رفعهم في ذكرى الاسراء والمعراج، رفعهم في هذه الذكرى العطره، في ايضا رفعهم في الفجر العظيم، ورفعهم في كل هذه يعني الذكريات المقدسه واحده والاخرى، وان الله قد اجتباهم لان يمثلوا امه لا تغيب عنها الشمس. وبالتالي التفاعل بسم الله وما شاء الله منقطع النظير، ويعني تراهم يقفون صفا واحدا في صفوف كالبنيان المرصوص. في الحقيقه انهم لم يحسبوا جنود الاحتلال اي حساب، وكنا وددنا. طيب، لو أن دكتور جمال، في المقابل يعني تتزايد اقتحامات المسجد الأقصى في الفترة الأخيرة من قبل المستوطنين، ويقودهم في أغلب الأحيان سياسيون صهاينة، وكذلك تحميهم الشرطة، كيف تصف لنا ذلك؟ نعم، نصف ذلك بأن أيضا للباطل أعوان، فأصحاب الباطل يريدون قلب الحقائق للتاريخ، ويسمون المسجد الأقصى المبارك تمبل ماونت، جبل الهيكل، هكذا يعني زورا وبهتانا، يعبدون اصنام ما انزل الله بها من سلطان، وبالتالي نحن نصف ذلك بانه عدوان، وان هذا العدوان الاثم مصيره الى الزوال، لان الله لا يقبل الظلم وحرم الظلم على نفسه وعلى عباده، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فلسطين هي محكمه للظالمين، ونصف ذلك بان هؤلاء ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، هؤلاء أظلم الظالمين وسعوا في خراب الأقصى، ولا زالوا يسعون، ولديهم 28 منظمة يعني تسعى ليلا ونهار وتجمع التبرعات بالملايين من كل منافقي الغرب لأجل تهويد الأقصى ولأجل تهويد القدس. نقول لأنهم سيفشلون وسينفقون هذا المال ثم سيخسرون ثم سيعودون. إذا نحن في ظل هذه الأوضاع نشعر في حقيقة الأمر بأن الظالمين هؤلاء يريدون ترسيخ مفهوم في ذهن يعني المراقبين والباحثين من أن هنا كان لهم أثر وكان لهم هيكل وكان كلها أراجيف وكلها أكاذيب، والله ليس منها أي جزء من الحقيقة، وهم كيف كان لهم هنا أثار وهيكل وهم كانوا يذبحون الأنبياء؟ هؤلاء
المسلمين تماما. نعم. ومعهم المؤمنين من سائر انحاء فلسطين، ومعهم المؤمنين في امتنا العربيه والاسلاميه وكل احرار العالم، يشعرون بان يعني موعد النصر قد اقترب واقترب كثيرا، وان على الاحتلال الذي لم يعد يؤمن بالمؤسسه العسكريه هناك حاله عجيبه جدا من الكفر وعدم الثقه بالمؤسسه العسكريه الصهيونيه. نعم. شكرا جزيلا دكتور، نعتذر لضيق الوقت. من القدس الخبير في الشؤون المقدسية دكتور جمال عمرو، شكرا جزيلا.